من أهم الصفات وأكتر الصفات اللي تخلي الواحد كبير عند الناس والناس تبصلك بصة أنك كبير وتبقى هي اللي عايزاك أنك تبقى عزيز. عايزين نحل الأزمة دي بينك وبين نفسك فخليك عزيز. تعمل بس عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الله العزيز. عشان كده رب العالمين بيقول في القرآن: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لو أنت عايز تبقى عزيز وليك مكانة في وسط الناس popular زي ما بتقولوا والناس هي اللي تجيلك، مين اللي يديك هذه العزة؟ الله. فلو انت عايز يبقى ليك مقام ما تجيش على كرامتك، خليك عزيز. اوعى تروح تغير من نفسك عند حد فتبقى بتيجي على كرامتك فتبقى بتذل نفسك، انت كده مش عزيز. عايزين نحل الأزمة دي تبقى دايما شايف نفسك عزيز وليك مكان قدام نفسك ومحترم نفسك، نطلع بره الأزمة دي. فخلي عينك على ربنا، ربنا هو العزيز وربنا هو اللي هيعزك. طول الوقت في المدرسة ما بلاقيش حد أقعد معاه لأنه كلهم شايفيني بفكر بطريقة قديمة، وشايفين إن أنا ليه واحدة صغيرة يكون في دماغها إنه لأ ده غلط وده صح، شايفيني مملة. وفي نقطة مهمة جدا لحل الأزمة دي: نظرة الناس ليك ما تعبرش عنك، تقييمك ما بيتحسبش بنظرة الناس ليك. الناس شايفاني ازاي؟ مش مهم الناس شايفاك ازاي، لان المهم انت شايف نفسك ازاي. هقول لك قصة واحد صاحبي. صاحبي ده بيقول: انا كان ليا صاحب كنت بثق فيه جدا وكنت بسمع كلامه جدا، وكان طول الوقت عايز يوصل لي معنى واحد، ان انا فاشل، ان انا مش هنجح، ان انا ماشي في مسارات مش هنجح فيها وان انا مش هنفع. بس هو بيقول دي كانت نظرته ليا، لكن الحمد لله كانت نظرتي لنفسي ان انا هقدر احقق حاجه وان انا هقدر انجح. وهو بيقول: كنت واخد قرار ان انا هثبت لنفسي ان انا عندي امكانيات وقدرات مش عند حد، وان انا انسان ناجح وانا عارف نفسي. مهما هو كان شايفني فاشل او الناس اللي حوالي اللي بيكلمهم وبصل لي بصه ان انا فاشل، مش فارق معايا، انا عارف نفسي ومكمل في طريقي. بيقولوا فعلا نظرته اللي ما اثرتش عليا كانت دافع ليا ان انا احقق اهدافي وان انا اوصل لنجاحاتي، وتقريبا خرجته من حياتي. عايز اقول لك ايه من القصه دي: اوعى توقف على نظره الناس ليك، مش مهمه، لانك لو حكمت على نفسك من نظره الناس ليك بتخسر نفسك. انت ادرى واحد واكتر واحد عارف نفسك. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ لا ده مش كلام كبير، ده كلام حقيقي. وانت كبير ولازم تقدر نفسك وتتعامل مع نفسك من المنطلق ده، ما تحكمش على نفسك من الناس. مش مهم تفيت ان مع ده ولا ده يرضى عنك ولا تخرج مع الشلة دي، المهم انت شايف نفسك ازاي ومحترم نفسك ازاي. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت ناس متجمعة في قريش ومغيرين اسمه، مسميينه مذمما، محمد من الحمد، مذمم من الذم، يعني بيغلطوا في رسول الله. فالسيدة فاطمة زعلت جدا، فسيدنا محمد قال لها: يا بنيتي إنما يسبون مذمما وأنا محمدا، كلامهم ده ما يخصنيش وما أثرش فيا، أنا عارف أنا مين، أنا عارف إن أنا محمد وإن أنا محمود عند رب العالمين وعند الناس اللي بتحبني، مش فارق معايا بقى الناس دي خالص، الناس اللي مش عايزاني زي ما أنا، الناس اللي ما بتحبنيش زي ما أنا، ما بتأثرش بيها ومش عايزها وما يفرقوش معايا. مبدأ مهم جدا في الحل في تعاملك مع كل الناس اللي حواليك. جربت مرة واثنين وثلاثة، وبدأت ألاحظ إن أنا بقيت متشافة أكتر، بقيت محبوبة أكتر، الناس بدأت تتكلم معايا غير زمان. زمان كان كل حد بيتجنبني، بالنسبة لهم دي بنت مملة دماغها مقفولة قوي ما بتعملش أي حاجة في حياتها. بس مع الوقت بدأت أحس بتأنيب ضمير، وإنه أنا مش لازم أغير من شخصيتي عشان حد، وإن أنا المفروض أفضل زي ما أنا. ومع الوقت هلاقي ناسي وهلاقي الناس اللي بتفكر بنفس طريقتي. عندي ليك سؤال مهم تجاوبني عليه وإحنا في رحلة الحل دي مع بعض في الأزمة دي، مش هسيبك. السؤال ده بيقول: أنت مسؤول عن إرضاء مين؟ أنت مسؤول عن إرضاء الشلة دي إن هي ترضى عنك؟
ولا أنت في الأصل مسؤول عن إرضاء نفسك وإرضاء رب العالمين؟ لو أنت مسؤول عن أنك ترضيهم وتبسطهم تمام، لكن لو أنت فاهم أن أنت مسؤول عن إرضاء نفسك، شوف إيه اللي يرضيك وإيه اللي يريحك واعمله وخد قرارك بناء عليه. ولما هترضي ربنا في كل الأحوال بقى هتكسب كتير جدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قانون: من أرضى الناس بسخط الله، يعني اللي بيرضي الناس بأنه يزعل ربنا، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ربنا يزعل منه ويزعل منه الناس. يعني اللي انت عايز ترضيهم دول بأنك تعمل حاجات ممكن تكون ما بترضيش ربنا، ربنا هيزعل، وفي نفس الوقت مش تبقى كبير في قلوبهم، لأن ربنا اللي يملك القلوب. يعني في الآخر ده مش حل، حل إن أنت ترضي نفسك وترضي رب العالمين. لما ترضي ربنا، ربنا يرضيك ويخليك ترضى عن نفسك ويرضى عنك، فالناس ترضى عنك فتعيش مستريح. دي المعادلة السليمة وده الحل السليم، إنك تمشي في طريق نفسي اللي يرضيها، في طريق تاني الناس اللي يرضيها، في طريق تالت اللي يرضي ربنا. فأنا همشي باللي يرضي ربنا واللي يرضي نفسي، دول طريقين اللي أنا بمشي فيهم، ماليش دعوه الطريق التالت ده خالص بتاع ارضاء الناس، تحاولش تمشي فيه. والقضيه مش النهارده بس وانت في اخر المدرسه او في اول الجامعه، القضيه ان انت هترضي الناس النهارده هتعيش طول عمرك بعد كده بيبل بليزر، عايش من اجل ارضاء الناس وناسي نفسك، وكانك بتستسمح الناس عشان يرضوا عنك، فمش شايف نفسك فمش عارف ترضيها، فتعبان فمضغوط فالازمه تكبر. لا، تعال نحل من النهارده وترضي نفسك وترضي ربنا عشان تعرف تعيش مبسوط والأزمة اللي بينك وبين نفسك تتحل. لما بعدت عنهم كرهوني أكتر، بدأت أحس إنه يمكن دي غيرة، هما مش عارفين يوصلوا للي أنا فيه، لأن اللي بيعمل حاجة غلط عارف إن هي غلط بس مكمل فيها بمزاجه، يا إما ما عندوش الإرادة إن هو يوقفها. بس الحمد لله أنا لما دخلت الطريق ده قدرت إن أنا أرجع تاني. وكأنك بتقول لي يعني انت عايزني ما قيمش نفسي بنظرة الناس الجامدة ليا عشان ابقى جامد؟ هقول لك ارتكز على نقاط قوتك انت، ده كلام بجد. ادخل اعمل اونلاين تيست تعرف بيه نقاط قوتك ونقاط ضعفك، وشوف نقاط قوتك عاملة ازاي وقد ايه، وخلي التيست ده قدام عينيك، وقيم نفسك ومصدر تقييمك لنفسك لما تشوف نفسك، تشوف ربنا اودع فيك قوة قد ايه. ربنا من اسمائه القوي، ربنا أودع فيك قوة قد إيه، وتشوف نقاط قوتك فتعرف أن أنت ليك قيمة كبيرة، وأن ربنا أوجدك عشان ناس كتيرة جدا محتاجاك عشان نقاط قوتك. فارتكز على نقاط قوتك وتقوى بيها، ما تتقواش بالناس، لأن الناس ممكن تخلى بيك لكن نفسك ونقاط قوتك هي اللي هتشيلك طول الوقت. طبعا اللي بيقويك وأساس سندتك رب العباد، ولكن مهم تكون شايف نقاط قوتك ونعمة ربنا عليك فتعز نفسك مع الناس، ما تذلش نفسك ابدا ولا تذلي نفسك ابدا. شوفوا نقاط قوتكم وعيشوا بيها عشان تعيشوا مستريحين مطمنين لنفسكم ومطمنين لرب العالمين.
فاكر نفسي أب كويس وزوج كويس، وعيلتي والناس اللي حواليا بيشهدوني بكده. لما بدأت أحضر أزمة عيلة قعدت مع نفسي بصدق، ولقيت إن أنا مقصر مع عيلتي بجوانب كتيرة وحبدأ أحلها. عايز أقول لحضراتكم وإنتوا بتشوفوا الحلقات، مع كل حلقة تقف مع نفسك، ولو إنت صاحب الأزمة تبدأ تحلها علشان تغير حال العيلة. أزمتكم مع أصحابكم بتبدأ إن يبقى فيه شلة نفسكم تكونوا جواها وجزء منها، ولكن هم مختلفين عنكم، وتبقوا عارفين إن أنتوا عشان تبقى جواهم محتاجين تتغيروا، محتاجين يبقى ستايلكم في الحياة مختلف، فتبدأوا تغيروا من نفسكم عشانهم، وهنا تبدأ الأزمة اللي بجد. وكل ما يطلبوا منكم أكتر عشان تثبتوا لهم إن أنتوا شبههم، كل ما تغيروا من نفسكم أكتر عشان تفيت إن، عشان تبقى موجود، فتبدأ تبعد عن نفسك عشان تقرب لهم، تغير من نفسك علشانهم، تعمل حاجات تبهرهم غلط علشان تبقى أنت كول ومختلف وجزء منهم. أزمة كبيرة، أزمة كبيرة ظاهرها بينكوا وبين أصحابكوا، لكن الحقيقة إن هي بينكوا وبين نفسكوا. أحكي لكم قصة عن اتنين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. أمية بن خلف مسافر مش موجود، عقبة بن أبي معيط قعد في يوم جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمعه بيقرأ القرآن، حب النبي، حس بحنيته، بقى بيقعد معاه كل يوم وقرب من النبي قوي، وخلاص هيسلم. فرجع أمية بن خلف من السفر، أول ما رجع أمية بيسأل إيه أخبار القوم، الناس عاملة إيه، الأخبار إيه، قالوا له صاحبك صبأ اتبع محمد. فرح له خبط عليه، أول حاجة عملها قال له أنت اتبعت محمد؟ فعقبة خاف، اتاخد، حس ان صاحبه هيبعد عنه، هيقلب عليه، مش هيبقى معاه، مش هيبقى جزء من الشلة. فقال له لا، قال له لو عايز نفضل اصحاب اثبت لي. قال له هنعمل ايه؟ قال له تبصق في وش النبي صلى الله عليه واله وسلم وتغلط فيه وتهينه قدام الناس عشان تثبت لي ان انت مش مؤمن بيه ولا معاه، عشان نفضل اصحاب يا اما نخسر بعض. فراح عقبة بن أبي معيط في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد قدام الكعبة، وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغلط في النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان يرضي أمية بن خلف. خسر نفسه، وخسر فرصة دخول جنة رب العالمين، وخسر فرصة القرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفضل يعبد الأصنام بدل ما يعبد ربنا إرضاء لصاحبه. من وانا صغيرة وانا شخصيتي غير اللي حواليا خالص، بشوف اللي حواليا بيعملوا حاجات انا بستغربها وببقى عارفة ان هي غلط، بس لما بركز مع الناس دي بحس ان هما اللي واخدين اهتمام من الناس اكتر، وان هما اللي محبوبين، وان هما بقى الروشين اللي كل حد عايز يكون معاهم، وانا عمري ما لقيت حد شبهي، عمري ما لقيت حد بيفكر بنفس تفكيري، انه الغلط غلط والصح صح، وانه احنا عادي ان احنا نكون ماشيين في الطريق الصح بس محبوبين ومعروفين والناس بيحبونا، بس عمري ما لقيت حد بيفكر بنفس طريقتي. طب هي ايه الازمة ان احنا نبدأ نغير من نفسنا علشان اصحابنا يحبونا اكتر او الناس تحبنا اكتر؟ لا، اقول لكم الازمة ببساطة، انا مش مكبر الموضوع، لكن لما تبدأي حضرتك تغيري من لبسك علشان أصحابك يحبوكي، فبتغيري من نفسك علشانهم، دي كبيرة جدا. مين يستاهل إنك تغيري من نفسك علشانهم؟ فتبدأي تلبسي لبس ما كنتيش بتلبسيه رفضاه، تبدأي تعملي أشكال في شعرك ما كنتيش بتقبليها رفضاها، تبدأي تعملي خرم في مناخيرك ولا في ودنك عشان تبقي كول وتبقي معاهم، وانت ما كنتيش ناوية تعملي كده. لا، دي مشكلة كبيرة، عمالة تبعدي عن نفسك، ما كانتش دي قيمك. او تبدأ انت كشاب تشرب خمرة وتشرب سجاير وتثبت لهم ان انت كول وجامد ومش فارقة معاك، وتسهر معاهم بالليل عشان تفضل موجود معاهم وجنبهم، انت بتفقد قيمك ومبادئك وبتغير من نفسك للأسوأ علشان خاطرهم. فانا مش مكبر الموضوع. او يبدأ حد منكو يكلم اهله بصورة مش كويسة، ويبدأ يكسر قواعد البيت عشان يبين
ده انا الجامد المختلف اللي عامله مع اهلي اللي محدش يعمله، او اللي عامل مع اهلي اللي محدش يعمله، عشان ابقى بين اصحابي انا اجمد واحد. طب هو انا كده بكسب ولا بخسر؟ هو انا ببعد عن قيمي ومبادئي علشان خاطرهم ليه؟ لو نيتي ان اغير نفسي للاحسن علشان الدنيا كلها تسقف لك، لكن انت بتغير من نفسك عشان ترضي ناس، طب ولو ما قبلوش؟ تغير من نفسك اكتر عشان ترضيهم عنك اكتر. طب لو قالوا لك بقى روح اذي فلان وضحكنا، فتروح تتريق عليه وتبهدله وتهينه عشان خاطرهم، انت كده بتتصرف صح؟ او تقبل، او تقبلي ان هم يتريقوا عليك ويطلعوك فوق المسرح وتبقى انت اللي بيهزروا عليه وبيتريقوا عشان بس تفضل معاهم؟ ما دي خساره كبيره جدا. انا مش مكبر الموضوع. صور الازمه دي في علاقه الاصحاب ببعض مؤلمه ومهينه، وبينك وبين نفسك بالليل بتبقى على مخدتك موجوع ومش راضي عن نفسك، ودي خسارة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. هتمشوا ورا ناس انتم منبهرين بيهم. قعدت افكر مع نفسي، يمكن المشكلة فعلا فيا، يمكن مفيش حد في سني بيفكر بالطريقة دي، وان العيب فيا انا، مع ان كان في حاجة دايما بتقولي انه لا انت صح، انت ماشيه في الطريق المظبوط، وحاجه تانية بتقولي لا لو انت كنت ماشيه في الطريق المظبوط ما كانش ده حالك. عارفين سبب الازمه ايه؟ ان انتوا مش واثقين في نفسكم، ان انتوا مش شايفين نفسكم ان انتوا ليكوا قيمه كبيره وغاليه من غير ما تبقوا جزء من الشله دي. رب العالمين اتكلم عن الناس في القران، قال: اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. في ناس شكلها مبهر، شكلها ملفت، لكن الناس دي في الحقيقة هم أعدائك. الناس دي أنت بتغير نفسك وبتطلع من جلدك وبتخسر جمالك وبتخسر اتصال نفسك علشان خاطرهم، لأنك مش واثق في نفسك. لو كنت واثق في نفسك وقابل نفسك، كان اللي هيقبلك بس هو اللي هتصاحبه، اللي هيبقى هو اللي عايزك هو ده اللي هتصاحبه، مش انت اللي عينك على غيرك وعايز تبقى وسطهم عشان هم بوبولر، ولا عشان هم موجودين، ولا عشان هم الشله المشهوره. كلها صور ولا حاجه، كلها حاجات ملهاش قيمه. لكن انت في الاصل انت الجدع، انت اللي بتحترم نفسك، انت اللي بتحترم ان انت طالب في الفصل، تحترم الأستاذ اللي قدامك عشان خاطر ربنا، تحترم وجود ربنا، أنت الصح مش هما. ثق في نفسك، أنت اللي أهلك مركزين معاك ومربيينك بجد، وهم كمان أهلهم مربيينهم، ولكن هم رجلهم اتخدت، أنتوا بقى رجلكم ما تروحش وراهم. أنتوا خلوا بالكم من نفسكم، وثقوا في نفسكم أن أنتوا الصح، أن أنتوا اللي واقفين على أرض صلبة. وعايز أقول لكم، هيجي اليوم اللي هتلاقوا ناس بتجيلكم، هيجوا اليوم اللي هتلاقوا ناس هي اللي عايزه تفضل جنبكم ما دمتوا تمسكتوا بقيمكم ومبادئكم وبنفسكم وفضلتوا واقفين في مكانكم. هيبدا اللي شبهكم يجيلكم، واللي بيحبكم يجيلكم، واللي عايزكم يجيلكم. لكن ثقوا في نفسكم. الازمه كلها ان انتم مش واثقين في نفسكم، فقاعدين تختاروا ناس عشان تبقوا شبههم. ما تبقوش غير شبه نفسكم، لان ما فيش حد في الدنيا يستاهل ان انتم تغيروا نفسكم عشانه. حاولت اغير من نفسي وابتدي اعيش اللايف ستايل بتاعهم، خروجات على طول وسهر ورجوع متاخر. كان بيحصل مشاكل ما بيني وما بين اهلي انه ده مش انتي، وبداوا يلاحظوا ان انا بتغير، بس كنت دايما بقول لهم لا عادي انا زي ما انا مش بعمل حاجه مختلفه، انا كده من زمان. حاولت اغير طريقه كلامي ولبسي وستايلي، وبدات اعمل حاجات انا عمري ما كنت بعملها قبل كده. عمري ما فكرت ان انا اشرب، بس لما لقيت ان كل اللي حواليا كده وان دي بالنسبه لهم حاجه طبيعيه، وبداوا يقولوا لي انتي قافله قوي على نفسك وانتي ليه كده، وما تجربي تخرجي معانا وتشربي معانا، كان في حاجه بتوقفني، بس كان في حاجه تانية دايما بتزقني ان انا اروح معاهم. عايز اقول لكم ان اثار الازمه دي عليكم كبير، كبير في الدنيا وفي الاخره. كبير في الدنيا ان يجي عليك الليل تبقى زعلان ومهموم مش راضي عن نفسك، لانك دست على نفسك
وأذيت نفسك عشان خاطرهم، دست على نفسك، عملت فيها اللي هي مش عايزاه، انت اخترت اختياراتهم هم مش اختياراتها هي، فانت دست على نفسك علشان خاطر حد، فده هي مش مريحك ومش مرتاح كمان ان انت بتمثل غير اللي جواك. انت قابل تتريق على الناس او قابل الناس تتريق عليك، بتمثل مش ده اللي جواك. انت لا تقبل تتريق على حد ولا تقبل حد يتريق عليك، فانت مش مرتاح، ضاغط على نفسك جدا، عايش مضغوط، ما انتش براحتك، فده بيأثر عليك نفسيا. زي ما بيقولوا كده، الضغط بيولد الانفجار. ومن الخسائر الكبيرة ان انت بعدت عن اصحابك اللي بيحبوك، كانوا عايزين يكونوا جنبك، انت اخترت الناس اللي انت عايزهم لكن بعدت عن الناس اللي عايزك، فما بقتش معاهم، بعدت عنهم جدا، وبقتش كمان شبههم، فانت بقيت شبه نفسك، فخسرت الناس اللي بتحبك وعايزاك وعايزة تكون جنبك، وكان نفسه يبقى واد جدع معاك، او نفسها تبقى جدعة معاك وقريبة منك، وتذاكروا سوا وتاخدوا خطوات مع بعض كويسة في رحلة حياتكو. كنت لسه بتكلم مع بنت قريب بقول لها ما تصاحبي فلانة، هي معاها في الدفعة، قلت لها مش شبهي. فقلت لها ليه مش شبهك؟ هي مركزة في المذاكرة، اسمعوا الكلام كويس بقى، هي مركزة في المذاكرة، محجبة ويعني كده ايه، موس في المذاكرة، وقاعدة بتذاكر ليل ونهار. قلت لها هي عايز تدخل ايه؟ قلت لها عايز تدخل كلية الطب. قلت لها وانت عايزه ايه؟ قلت لها عايزه طب برضه. يعني عندكم نفس الهدف. اه طب هي بتعمل ايه؟ هي بتذاكر وانا بذاكرش، وانا مع اصحابي بقى وشلتي وبنخرج وبنلعب. طب وانت متخيله ان شلتك اللي بتخرجي وتلعبي معاها هي إيه اللي هتوصلك لهدفك؟ ولا صاحبتك اللي عندها نفس الهدف اللي مركزه وربنا قدام عينيها هي إيه اللي هتوصلك لهدفك؟ الواحد ساعات بترجله بتتسحب، بيبعد عن نفسه، بيبعد عن ربنا، بيبعد عن هدفه بسبب اصحابه وهو مش واخد باله. وربنا وصف المشهد ده بالظبط لما قال لنا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. يعني بيقول هيجي يوم على الواحد يعض على ايديه من الندم، يقول يا ريتني، يا ريتني حافظت على نفسي، ويا ريتني فضلت مع اصحابي اللي بيحبوني، ويا ريتني فضلت مع الناس القريبه مني اللي شبهي، ويا ريتني ما مشيتش في الطريق تاني مع ناس تانيه اضيع فيه، وحالي يتغير وبقاش قابل نفسي وابقى مضغوط وتعبان وبمثل عشان خاطرهم. وعايز اقول لكم، تخيلوا نفسكم كده بعد 5 سنين وانتوا شايفين نفسكم كانكم كنتوا دلوقتي واقفين على مسرح بتمثلوا وناس عماله تضحك عليكم. هتقبلوا على نفسكم الصورة دي ولا هتوجعكم؟ تخيلوا في يوم اصحابكم اللي بتغيروا نفسكم عشانهم هم نفسهم سابوكوا. وعلى فكرة بقى، القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني اللي هيخليهم يحبوكوا أو ما يحبوكوش ربنا، مش اللي انتوا هتعملوه. فمهما غيرتوا من نفسكم عشانهم برضو مش هيحبوكوا. فتخيلوا عدت السنين ولا عدت الشهور وعملتوا اللي عملتوه عشانهم وفي الآخر ما يقبلوكوش برضو، وأول فرصة يسيبوكوا فيها سابوكوا، فعلا هتندموا. فأنا عايز أقول قبل ما أجي على نفسي وأدوس على نفسي وأضغط على نفسي عشان خاطر حد، أقعد مع نفسي وأفكر كويس أنا بعمل في نفسي إيه علشان خاطر مين؟